بعكار بشمال لبنان، وبين الضباب في قرية بتتربع بين الجبال والتلال واسمها مشمش عكار، بمساحة 37 كيلومتر مربع وحدودها بتلامس مع 5 قرى وبلدات. هالبلدة بيعيش فيها أكثر من 25 ألف نسمة. جبالها آي من الجمال وديان عميقة جدا مثل وادي شنب، وفيها عدة أنهر كبيرة، غابات عمد عينك والنظر. تتميز غاباتها بالتنوع البيولوجي الكبير، ومنها غابات معمرة جدا من أشجار الأرز والشوح، الكيليكي واللزاب، وبعد في أنواع أكثر بكثير. نباتات نادرة جدا، منها نباتات اكتشفها فريق درب عكار مثل صوصن البازالت يلي توفقت لأول مرة بعكار، وأنواع تانية من الأوركيدا مثل بلاتانتيرا يلي اكتشفت لأول مرة بلبنان. وفيها شبكة دروب خيالية وساحرة، وبتأخذ العقل وبتريح النفسية بالمناظر يلي فيها. وبعد حنعمل فيديوهات أكتر عن مشمش عكار، لأنه فيديو واحد ما بيكف. وهلا بدي أقلكن زوروا مشمش عكار، وأهلا وميت سهلا فيكم.